يا السلام عليكم خوتي عزيز. في هذا الفيديو جديد اللي اول مره غنبان فيه شخصيا، المهم غندخل في الموضوع وما نطولش عليكم بزاف باش تعرفوا اشنو غيكون واشنو كاين. المهم الخوت نقدم لكم راسي، معكم الاخ هي اس ار، شريك الاخ اشرف الملقب باسكال اللي كلشي كيعرفوا حاليا بالهميزات. المهم راه دبر لكم على واحد الكونطاج واعرين اخوت بزاف بزاف، واتمنى اللي غيحط لكم غيكون فيهم يعني برومو يعني تخفيض بزاف. ثاني حاجه غنحفزكم بها اولا غنحمسكم بها خوتي هو الكادوات. كل اسبوع غيكون كادو في القناه ديالنا ان شاء الله، هذه القناه اللي مخصصه ديالنا ليكم نتوما، غيكونوا كادوات كل اسبوع، غيكون سحب الناس اللي كيشاركوا معنا في القناه. هادشي اللي كاين الخوت. المهم انا غادي بغيت نشارك معكم واحد الحاجه اللي غتكون عن قريب في القناه، هو القناه ان شاء الله راني اضطريت انني ندير هذا الفيديو باش نوضح لكم شي امور. القناه الخوت غنقسموها، غنديروا فيها ثلاث اجزاء، يعني نقسموها على ثلاث اجزاء الاجزاء. اول حاجه غنديروا فيها شويه الضحك والنزاع، يعني شي حاجه متعلقه بالضحك والنزاع باش ما يكونش داكشي خوت ممل، يعني مابقاوش غاديين اتجاه واحد، يعني في واحد الحاجه اللي هي متخصصه في الالعاب وحده، ضروري ان نقسموها على ثلاث اجزاء باش القناه تكبر ونزيدو حتى نطورو داكشي مزيان ونعطيكم شي حاجه اللي مفيده ليكم اخوت. هادشي اللي كاين. اول حاجه غنمشيو غنديرو التخصص ديال، يعني غنبقى نبارطاجي معكم شي حاجه اللي متعلقه بالضحك والنزهه كي ديما، والالعاب يعني داكشي ديال الالعاب يكون عامه من غير فري فاير، كاين الدراري الاخرين كيبغيو كتعجبهم شي لعبه اخرى كدا، يعني كتبغي تشارك مع شي معلومه اخرى من غير فري فاير. ثالث حاجه نبارطاجي معكم شي حاجه اللي غتكون هي الشخصيه ديالي، يعني شي حاجه اللي متعلقه بالخبره ديالي انا نبارطاجيها معكم كذلك، اللي هو غيكون متعلق بالتجاره الالكترونيه، شي حاجه متعلقه بالبيع والشراء، يعني شي حاجه اللي غتفيدك بزاف 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 بزاف، اللي ناجحه ليا الحمد لله ومزيانه. نعطيكم يعني شي امور اللي متعلقه شخصيا بيا متعلقه بيا نشاركها معكم، ما ربما تفيدكم، ما ربما تفيدك انت ولا ما فيهاش انت تفيد الاخر. هادشي اللي كاين الخوت. نشارك معكم واحد جوج مجالات اللي عندي فيهم خبره اكثر من 6 سنين حاليا، غنشاركها معكم الان ابتداء من الغد ان شاء الله علاش لا. ومهم داكشي اللي متعلق بالاعلاميات والمعلوميات، وداكشي اللي متعلق بالتجاره الالكترونيه. داكشي اللي متعلق بالاعلاميات والمعلوميات اخوتي، بحال مثلا كيفاش نصوب شي تطبيق خاص بك ديالك، او لا تصوب مثلا موقع خاص بك، شي حاجه متعلقه بيوتيوب، شي حاجه متعلقه ب يعني بزاف الامور في الانترنت، نقدر نشاركها معك ونعطيك عليها شي افاده في داك الشيء بديك الخبره اللي عندي انا. اما بالنسبه للتجاره الالكترونيه راه ضروري خصك تبحث في هذا الشيء، لان راه هذا الشيء فيه الفلوس ويعني ما فيهش الاتعاب، مش حاجه متعلقه بالانترنت، ها خصك تشوف الخبره وصافي، المهم اللي غيعطيك الخبره هو انا. هذا الشيء اللي كاين الخوت. شي حاجه اخرى صيفطوا لي ديروا تعليق، يعني شي اقتراح شي حاجه اخرى هكا صيفطوا لي واحد التعليق. ما تنساوش واحد جيم وابوني، وتحياتي لكم.